الامور قد حسمت بهبوط نادي هجر الى دوري الدرجة الاولى، ودائما هجر ما يهبط ويعود، يهبط ويعود منذ موسم 2010 تقريبا. القادسية والرايد والوحدة من مرافقة، يا سلام، والله تعجز فيك الكلمات يا ياسر، والله يعجز الوصف عنك يا ياسر، ما خليت لي شيء. وماذا أقول لكم أنت، والله يعجز الوصف ويعجز اللسان ويعجز كل شيء يا ياسر عن وصف هذا الهدف. أعطني قليلا من الكلمات على الأقل أصفك يا ياسر بهذا الهدف الجميل. ياسر 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 يسجل هدف. القناص الآن يحاول، القناص الآن على تنفيذ الخطأ. ياسر يا ياسر يا ياسر يا ياسر يا ياسر، وأسرت قلوب المنافسين قبل العشاق. يا ياسر شو اللي تسويه اليوم؟ حضر الهلال، عاد ياسر فسجل أجمل الأهداف. حضر ياسر اليوم ويعجز اللسان عن وصف ياسر. ياسر 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 ياسر، ولو يأتي ألف معلق مكاني سيقول بأن ياسر سلام سلام يا ياسر، سلام وتحية كبيرة يا ياسر. والله يعجز اللسان، والله يعجز اللسان يا ياسر. عودة ياسر من هذه المباراة، صدقوني ما أشاهده اليوم، عودة ياسر هذه افتقدناها، افتقدناها من زمان يا ياسر. وين الفيصلي على أرضه وأمام جماهيره، تصل الكرة الآن لمصلحة ياسر، لكم الجمهور هو يعلق يا ياسر. سوبر هاتريك للقناص، هي مباراة ياسر، هي مباراة القناص. والله يا ياسر من زمان ثاني وهجر. ياسر 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 يا ياسر، في كل لقطة في كل هدف لمسة مختلفة عن الأخرى، لمسة مختلفة عن الأخرى ما عدا الهدف الأول والثالث. تلعب الكرة وهدف، هدف جميل من أشرف نعمان. يسجل هجر هدف جميل 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 جدا من أشرف نعمان، هي الكرة الثانية التي يظهر بها أشرف نعمان.